تحياتي لكل مشاهدي شاشه النادي الاهلي في كل مكان، وايضا ضيوفك الكرام بدايه من كابتن ماهر امام وكابتن عادل عبد الرحمن وايضا كابتن فاروق. النهارده في لمسه وفاء ولمسه احترام وتقدير من كيان كبير اسمه النادي الاهلي لاهالي شهداء الروضه. يعني يمكن قريه الروضه في الفتره اللي فاتت شهدت احداث مريره من غدر وخيانه من بعض المتطرفين، ولكن النهارده تكريما وتشريفا من النادي الاهلي لاهالي واسر الشهداء، النهارده في اكثر من 30 دعوه مقدمه من كيان كبير اسمه النادي الاهلي لهؤلاء يعني المحبين والمتيمين ايضا بالنادي الاهلي. هذا بيك طبعا يعني تعازينا وتواسينا لاهالينا واخواتنا في العريش وبالتحديد في منطقه الروضه، ولكن انا برحب بيك في كيان كبير اسمه النادي الاهلي وفي احتفال كبير بيضم اتلتيكو والنادي الاهلي. اهلا وسهلا، برحب بيك وبرحب بقناه النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وجميع العاملين بقناه الاهلي. اكيد يعني في البدايه النهارده اجواء جميله ودعوه من النادي الاهلي ليكم ولشخصكم، اكيد اضافه يعني شايفينها ازاي؟ والله مش عارفين نعبر احنا عن الفرحه اللي يعني اللي احنا محاسين بيها، يعني شعور مش عايز يعني احنا ناس بناكل والله بناكل ونشرب النادي الاهلي، والله بناكل ونشرب النادي الاهلي، والله من يوم الحدث كنا بنسمع يعني احداث وارهاب ودنيا، والله كنا بنسمع ماتش الداخليه كمان عشان اجيب لك واعرف الحدث، كنا بنسمع يومه يعني ممكن يرجعوا تاني بنقول قافلين على نفسنا كده بنسمع ماتش الاهلي والداخليه. اكيد يعني هو ده الشعور المتبادل، لكن اقول لي يعني الف سلام عليك، انا حسب معلوماتي اللي انت كنت موجود في الحدث، يلا يعني الحمد لله اللي هي جت على قد كده وانت موجود معانا النهارده والنادي الاهلي بيقدم لك هديه وتواجدك النهارده في حدث كبير بيضم اتلتيكو مدريد والنادي الاهلي. والله انا برحب بقناه الاهلي وبرحب بالبشمهندس محمود الخطيب وبشكره، ومش قادر افرع عن شعوره وعن فرحتي بقبول النادي الاهلي، انا سعيد وكل حاجه بتمنى يعني اشكر النادي الاهلي على الدعوه اللي دعانها، وان شاء الله ربنا باذن الله يعني شعور وكل حاجه يعني. اكيد انت تقول ايه بقى، نفسك ايه النهارده يعني خلاص النادي الاهلي قدم لك خطوه وجودك النهارده في المباراه، نفسك ايه بصراحه؟ والله نفسي الاهلي يفوز طبعا ان شاء الله يعني. اكيد توقعاتك للمباراه ايه؟ والله يفوز الاهلي ان شاء الله. هيفوز كم؟ يعني 2-0 ان شاء الله. 2-0 انا اسمع ان الكوره عندكم في العريش كوره كويسه مميزه، لكن في النهايه عاوز اوصل رساله، يمكن وصلت الرساله، الرساله وصلت ان النادي الاهلي ما زال حتى الان يطبق قوانينه واحترامه وتقديره لسياده الدوله وايضا لجماهير عاشقه في كل مناطق مصر المعموره. اليك الكلمه زميل العزيز طامر صقر وضيوفك الكرام. شكرا للزميل العزيز احمد كيوان من ارضيه الملعب، ورحم الله شهداء الوطن كله اجمعين. طبعا احداث سواء مسجد الروضه او سواء كنيسه مريمينا او كل شهداء الوطن من الجيش والشرطه، رحم الله جميع شهداء مصر وحفظ الله مصر وشعبها واهلها من شر من كل شر وسوء.